السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وانتم ما كتشاهدوا لي فيديو ديالي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نصائح مع سناء. اليوم بإذن الله غيكون واحد الفيديو اللي هو خاص، يعني فيديو توعوي وفيديو مهم جدا. كما كتلاحظوا في الفيديو بزاف ديال الناس يقولك بأن دوليبران راه معروف ديال قويلبات ديال السخانة بالنسبه للوليدات الصغار، لكن المهم ما كيعرفوش الناس بزاف بان يعني كل نوع من هاد القويلبات اللي كيكون لي القياس ديالهم يعني مختلف على القياس الاخر، كيكون كيصلاح لواحد الفئه يعني العمريه وكذلك واحد الوزن معين. هنا اليوم ان شاء الله باذن الله نحاول نقربكم اكثر من يعني كل قياس لاش كيصلح، وكذلك الوزن ديال الشخص او الوزن ديال الطفل شحال خصو يكون باش ياخذ داك دوليبران. كما معروف ان دوليبران ديال السخانه طبيعه الحال باين، يعني غالبا كلشي عارفو. وهنايا غنهضروا على الفئه اللي هي حساسه بزاف، الفئه الصغرى ولا الاطفال الصغار. يعني هنايا غندويو من الاطفال يعني ديال من الولاده حتى لتسع سنين تقريبا، هادو كاملين كيصلح ليهم هاد الدوليبرانات. لكن واحد القضيه غنلاحظوا ليها، هنايا غنهضروا على كل قياس وشنو هما الفئه العمريه اللي تصلح ليه وكذلك الوزن المناسب ليه. فبالنسبه للدوليبران ديال 100 يعني الغزيين، فكيصلحوا الاطفال من الولاده حتى الشهر التاسع يعني 9 شهور. الوليدات اللي يلاه تزادوا حتى 9 شهور اللي فيهم السخانه كيصلحوا ليهم دوليبران ديال 100 ميلي غرام، وكذلك الوزن ديالهم ما بين 3 كيلو حتى 8 كيلو. بالنسبه لطريقه الاستعمال فهي كتاخذ قويلب ما بين قالب وقالب طبيعة الحال 6 سوايع، هادشي معروف. واللي هو اساسي نركزوا عليه هو العمر وكذلك الوزن كما كنركز عليه دابا في هذا الفيديو. بالنسبه للدوليبران ديال 100 ميلي غرام هو قدامكم كما كتلاحظوا كيصلاح للاطفال يلاه تزادوا حتى 9 شهور، وكذلك الوزن ديالهم غيكون ما بين 3 حتى 8 كيلوغرام. ونركز على واحد القضيه اللي هي مهمه، ما بين قلب وقلب خصها تكون 6 سوايع. مثلا درتي له مع 8 حسب 6 سوايع وديري له عاود قلب صافي. اما بالنسبه للقويلبات ديال دوليبران ديال 150 ميلي غرام اللي هما اللون الازرق كما كتلاحظوا، فهما كيصلحوا الأطفال من 9 شهور إلى عام ونصف، وتقريبا حتى العامين كيصلح لهم. أما بالنسبة للوزن ديالهم فيكون ما بين 8 كيلو حتى 12 كيلو، وكذلك بنفس الطريقة للاستعمال، يعني ما بين قلب وقلب خصك ديري 6 سوايع، يعني كديري قلب وتحسبي 6 سوايع ديالك وديري قلب الثاني بالنسبة للوليدات اللي كيكون الحرارة ديالهم طالعة. وكنركز على هاد الحاجة اللي هي مهمة بزاف، الوزن وكذلك العمر، يعني ما بين 9 شهور حتى العام ونص، وكذلك الناس ديال يعني الوليدات ديال عامين تقدري تستعملوه. اما بالنسبة للقويلبات ديال دوليبران ديال 200 ميلي غرام اللي هما اورانج، فهما كيصلحوا للوليدات كيتعطاو للوليدات من عامين حتى لاربع سنين. طبيعة الحال مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك الوزن اللي هو مهم، ما بين 12 كيلو حتى 16 كيلو. وبنفس الطريقة ديال الاستعمال ديال دوليبران ديال 100 ميلي غرام وكذلك دوليبران ديال 150 ميلي غرام، يعني ما بين قلب وقلب 6 سوايع. وهذه الحاجة اللي هي مهمة بزاف، وكنركز بزاف على الفئة العمرية وكذلك على الوزن ديال الأطفال لأن فئة حساسة بزاف. اما بالنسبه للدوليبران ديال 300 ميلي غرام فهما كيتعطاو للاطفال من 4 سنين الفوق حتى ل 9 سنين،
وكذلك بالنسبة للوزن ديالهم يكون ما بين 15 كيلو حتى 24 كيلو. بطبيعة الحال بنفس الطريقة ديال الاستعمال ما بين قلب وقلب 6 سوايع. باختصار يعني باش نختصروا ونساليوا الفيديو، دوليبران ديال 100 ميلي غرام كيتعطاو للولادة حتى 3 شهور، دوليبران ديال 150 اللي هما زرقين يعني اللون الازرق ديال اللون لابواط لون ازرق، فهما كيتعطاو كذلك من 9 شهور حتى العام ونص. وبالنسبه لدوليبران حتى العام ونص طبيعه الحال وحتى العامين تقدري تعطاو ليهم. وبالنسبه ليا الدوليبران ديال 200 ميلي غرام فهما كيتعطاو من عامين حتى 3 سنين ولا 4 سنين. وبالنسبه للدوليبران ديال 300 ميلي غرام فهما كيتعطاو بالنسبه للوليدات من 4 سنين حتى 9 سنين. نتمنى ان الفيديو ديالي يكون توعوي لكم ونكون يعني فتكم. نتمنى ان الفيديوهات ديالي اللي كنحط يكونوا كيفيدوكم اكثر. دمتم في امان الله. الناس اللي يلاه دخلوا لعندي جداد ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وكذلك بالنسبه للتساؤلات ديالكم خليوا لي التعاليق، اي حاجه بغيتوها واي حاجه ما فهمتوهاش انا راه الاشاره نقدم لكم معلومات اللي كنعرف قدر المستطاع. نتمنى ان الفيديوهات ديالي يكونوا كيوصلوكم وكيفيدوكم بالمعلومات اللي فيهم ويكونوا واضحين كذلك ومختصرين. دمتم في امان الله وفي صحه جيده. الى الفيديو الجاي باذن الله.